السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، جروب سيد راوين المغرب، عيدكم مبارك سعيد. باش ما تمنيتم إن شاء الله بحول الله. واحد الفيديو هذا على قبل ديك الإعراب، مجموعة على المسائل كاينة في سيد راوين، حاول داكشي اللي تفكرت منه غادي نوري لكم، حتى الناس اللي تطرحوا التساؤل بزاف، وغادي نحط لكم هذا الفيديو هذا كمساعدة عليكم. مقابل دعوة برحمة الوالدين، هذا هو المقابل ان شاء الله بحول الله. عندنا واحد التساؤل تيطرح هو ديال واحد التيمون باش عليها هي على اليسار الفوق ديال الساروت، هاي هي شتيها ديال الساروت، هي على اليسار تيمون تنسميوها تيمون سيرفيس، تسمى تيمون، سميتها هي تيمون سيرفيس، كتشعل واحد تقريبا تنطرب واحد المدة وكتشعل. المهم باش ما نكونش ممل لو طويل، غادي نحاول ندخل في المفيد. هاديك التيموان الا شعلات بوحدها في الطابلو بحال هكا وما شعل معاها حتى شي حاجة، ما شعلاتش معاها شي حاجة، هذا هو الشرط. انت بعد الديمارش، نهضر على بعد الديمارش، انا غادي نديماري دابا الطوموبيل. السيطرة هادي السيطرة 2019، لفان ديال 2019، هادي اوريجينز، سيطرة اوريجينز 2019، سيطرة واجهة ليني فاش كان. المهم غادي ندير، غادي نحيد كونتاك، غادي نديماري ياك وتشوفو راه ماشي الطابلو ما فيه حتى شي حاجة. ها الطابلو هاهو ما فيه حتى شي حاجة، هاهو غنزل فرانا من ديالي وراه غادي كاينة هي طفات هاديك الوحيدة اللي كاينة. عموما يعني الطابلو ما فيه والو. هاديك البولة إلا شعلات مع إلا كانت شعلة بوحدها، الشرط هو بوحدها، كانت بوحدها راه ما كاين باس، كانت معاها شي حاجة تما راه يعني راه شعلة على هاديك ماشي الفيدونش، لأن تيبان ليا بعض المسائل تكون مغلوطة في الجروب. قلت أودي بهاد الفيديو نقدر نصحح هاد المسائل هادو. أرانا دابا سيدي، دابا غنسكتو الطوموبيل، هاهي شعلات دابا عادي، هاد البولات اللي شاعلين دابا عادي يشعلو ليك وانت واقف. بعد الديماراج خص الطابلو يكون صافي ما فيهش حتى شي حاجة. أرانا سيدي بغينا نشوفو ديك البولة، قلنا كتشعل عندك شعلة بعد لي كونديسيون اللي قلت لك وبغيتي تطفيها، كيفاش غادي تجي تطفيها؟ سير بلاصة بحال هكا، هنايا حاول قريب، خليك معايا هاد البلانة، غادي تحيد كونتاك ياك وتخليه، غادي نخلي كونتاك واحد شوية محيد ياك، رد معايا البارح كاين واحد لباط هنايا اللي نبي نكليك على واحد. بلاصة التليفون الآخر نشعل بيها، ماشي مشكلة عطيني التليفون الآخر نشعل بيها الضو باش يبان هادوك الباطن. هداك البوطون اليسر اللي فيه ديك السويري ثاني شتيه، هداك البوطون اليسر عقل عليه قلنا نخدمو به، البوطون اليسر ياك، قلنا البوطون اليسر شتي هاكا كونتاك طافي، كونتاك محيدينو كاع طافي ياك. غادي نعزو البطا لي شد شتا سعد الله، شتا سعد الله، غادي دير كونتاك ياك، ياك الله ركزي على الطابلو عافاك، غادي دير كونتاك ياك، غادي تمشي لداك البوطون، غادي تقبضو بصبعك هاكا ودير كونتاك، درتي كونتاك ولكن ما ضوطيش كونتاك، غير في البرومي ديالو، غادي تقبض البوطون ودور الكونتاك، راه هو واحد العد التنازلي شتيه، ها واحد العد التنازلي غادي، هداك العد التنازلي غادي إن فوا توصل للزيرو بطفى عليك البولا ديالك، تق بتقول لك السيرفيس عداز، هاهي هاهي قال لك أودي غينيسياليزاسيون، هاهي غيني إيفيكشي، هذاك صافي وغادي ديماري طوموبيلتك وما عندك حتى شي مشكل، فهمتي كيفاش؟ هذا ما صافي طفات البولا، غتكون طفات البولا. أرا غادي نجي لكم، أنا غادي نجي لكم هاديك المسألة ديال هاديك البولا بتشعل، بتشعلو معاها شي حاجة أخرى. أنا غادي ندير واحد خليك عبدالله، أنا غادي نوض نحيد الديبيمتر ديالي، غنحيد الديبيمتر ديال الطوموبيل، نحيد ليه البريز ياك، ونجي وغادي نمسحو بالدياغنوستيك، عندي الدياغنوستيك ديالي هو أصلا، أنا كنت مبرونش ليها الدياغنوستيك، هاهو درت ليها واحد الكونترول، راه تغطو هاهو دياغنوستيك، راه مبرونشي تنجير نيت خدام، درت شي مسائل و
باش تعملي ديغنوستيك. المهم المعلومه صافي، ما عنديش مشكل انا نشعل ديك البوله غادي نعاود نطفيها سور بلاس، ما عندناش الاشكال. عموما انا طولت، ما بغيتش قلت الفيديو ما نفوتش فيه 3 دقائق باش نكون مفيد، ولكن اعذروني صافي عاود نطفي. تفضل غادي نمشي نحيد البريزدغيه ونجي نوريكم كيفاش بتشعل معاها، بتشعل ليا وبتشعل معاها لعيبه اخرى واحد التيمو اخرى، وديك الساعه انا غادي نعاود نريكل المسائل ديالي ماشي مشكل. خليك انت حيت دابا البريز ديال الديبي متر ديال غادي نشعلو نقراه فوط غادي ندي ماريو نحرك هادشي بلي نرجع شوية مشاريعي ديفو موتور. هيا ديفو موتور، هيا طلعت لنا هنايا، هيا طلعت لنا هنايا عرفتي في غيباغي لا فيكول شعلت لنا ديك التيموا. دابا من تشعل هاديك التيموا، من تشعل هاديك التيموا هاديك، أي حاجة عندها علاقة بالموتور راه غادي تشعل. ودابا غادي نحرك الطوموبيل ناخد بها الطريق وبتشعل ديك البويرة المعلومة تم وتقول لي يا ودي راه سيرفيس. اش كنقصدو بالسيرفيس؟ السيرفيس الخدمة لا تولي سير قد المسائل ديك من تشعل لك ديك البويرة فهمتي. راه ينحركها ينحرك الطومبيل و باتشي ديك التيمو و تزاد حتى هي مع هادي ديال التيمو موت فهمتي البلان كيفاش. هادشي اللي عطل الله هو هذا الفيديو موجه للجروب، جروب ديال سميتو ديال سيترون ماروك، وغادي نحطو في واحد البلاصه واحده اخرى ان شاء الله بحول الله باش يستافدوا الناس وتعمل الفائده. هذاك التيمو راه غتعاود تشعل عاود ثاني، راه تبقى هادي شاعله دابا هاديك فيكس هادي ديال الموتور، واخا نزيد مره ما شطفها وينحرك الطوموبيل الى ضرر بيضاء ياك، وغادي الى ضرر بيضاء وغادي تشعل ديك التيمو. كاين فين تلقى عاود ثاني الميساج كتجي لهنايا ياك، كتجي لهنايا يجي لهنا ياك، وتدير دياغنوستيك الدياغنوستيك ديالك هو هنا عطينا او كان ديفو هنايا. هي تحرك شي تحرك الطوموبيل اللي تقرا الطوموبيل سمعت تلقى هنايا بعض المهم ديري لك هنايا بحال قلتي واحد الدياغنوستيك بازيك ديالك ديال الطوموبيل تجي تقلبها من هنايا تلقى فيه التيمون ديال البنوات فاش كتفاش والمسائل هذه تلقى هنايا. الحمد لله. مساله واحده اخرى اخيرا وليس اخيرا، شتك خرجوا الله يحفظك انت عرفت معايا البركه. كان الناس يسولوا بزاف كيفاش نخدم كاربلاي كيفاش ندير كيفاش فهمتي كيفاش بين اليوتيوب بين مساله اليوتيوب باقي ما وصلتش بالضبط، ولكن غادي نديرو غادي نهضر على اليوتيوب غنهضر على عندنا اليوتيوب سي جي واش ممكن ولا الكاميرا ياك الكاميرا ديال اسم اون الكاميرا ما تخرج ديال العامره ما خرجش فيها الكاميرا. عندنا الكاميرا شنو عاود ثاني في هذا الكاميرا شنو عاود ثاني، وقلنا الكارب بلاي والاندرويد اوتو كيفاش كيخدموا. خويا مساله راه سهله وبزاف كاع. ها انت سيجي هذا عندنا تليفون هذا الابل هادي ياك هادي المعقده اللي تيقولوا لها المعقده ابل هي. يكون عندك ايفون يكون عندك سميتو سوا
من تل دوز من ست كاع ولا سيس تل دوز بغيت تخدم كار بلاي ديالك من حقك خويا يكون عندك كابل اوريجين دوريجين فهمتي هذا كاع ماشي دوريجين ماشي اوريجينال كاع راهي باش كنخدم وانا تندير دير هكا برونشي هو ياك ساعد معاه انت ياك جلينا حنا خدمت هذا بانيت انت اتشي طالب ما قال لك بوغ اوفيغ لابليكاسيون دو نافيغاسيون كونيكتي ان سمارت فون كومباتيبل يو اس بي و فيريفي اسميتو فيريفي المسائل ديالك غادي حنا غادي نخدموها هو خدم شتي ما كاين لا ما كاينش والو والو جي ها هي خدم هذا هو عطيني فين كاين انايا ياك ها انا بغيت نخدم المزيكا ديريكت ولا شوف شنو عندك نتايا تما ها هو اش كانت تصور دابا دوك باش نصور بعدا ها هو ياك تي خدم المزيكا ما كاينش هكا ديريكت نزيد شويه الصوت الصوت ناقص عندي علينا هذا من جهه التليفون ديالك كتطلع لي زابليكاسيون ديالك ها هما كتطلع لي زابليكاسيون ديالك ها هما تولي داكشي اللي عندك في الايفون بعد لي زابليكاسيون تلقاهم هنا ريكلاج واتساب مسائل داك الميموريز ولا ميموري تا هو تيخدم تا هو تيخدم المهم كلشي تيخدم عندك وتتولي تتولي هذا تيولي التليفون ديالك غادي ندير واحد الفلاش سيري في مو ان ابل سي تو بلي Qui voulez-vous appeler ? Saïd. Saïd, Saïd. Qui voulez-vous appeler ? Saïd. Siri, appelle Saïd. Je Siri, moi je t'aime. Moi, le principe menace ou. Le chihuahua, le chien le plus petit du monde. Son nom vient de l'État mexicain. Ça fait. Le principe, vous êtes où les câbles, câbles. Je l'ai bien oublié. Câbles branchés. Bah, je vais vous montrer le câble. Là, l'Android. Là, l'iOS, tu vois, branché câble d'origine. Ramaki, là, activé, lik, l'engir, lik. Ma, j'y ai pas de garage directement. Je suis en train de la caméra. الكاميرا ديال لاريير هذا البوست هذا راه ادابت باللي تخدمو لك ولكن بيخصك واحد الانترفاس هذاك الانترفاس بيخصك تمشي تشري في لاميزون قال لك 4000 درهم انا خديت المسائل ديالي كاينين وديجا ركبتو في واحد السيتر واحد اخرى المهم الانترفاس هو اللي كتجيب هذا الانترفاس المهم في علي اكسبريس بغيت تلقاه بشي 1500 شي حاجه بحال هكا غادي شي واحد يدخلو لك راه ساهل حتى في التركاب ديالو هاي واحد درو لي واحد شي خيوطه وتركبو شي حاجه اخرى ما يمكنش ما تزرعش لي كاميرا ديريكت ما عادش تخدم ليك شي نويه ما عادش تخدم ليك ولا شي واحد كان شي حرايف فيه شي واحد طيب الله يعلم شي واحد مجهد اكتيفات المود انرجي كان شي واحد مجهد راه يقضي غرض فهمتي البلان كيفاش ما عرفت الله يعلم بالنسبه لي انا هذا الشيء في نص صنع عقلي لحد الساعه وصنعتي راه ما يمكنش حاليا ما يمكنش كاميرا ديريكت للبوسطه ما يمكنش شنو عندنا عاوتاني سيدي قلنا صافي هادشي اللي كاين طولت عليكم واحد 13 دقيقه كنتي غادي تصور البوسطه كنتي في بلاصه اخرى نمشي انا نحيد الميساج اللي طلع ليا دابا انايا اكتيفات المود ايكونوميك باش نحيد الميساج اللي طلع ليا في الطوموبيل ندير الدياغنوستيك ديالي الاخوان كما قلنا رحمه بالوالدين تكفينا الادمين وصلت لهذه المرحله هذه وخليت هذا الفيديو الله يرحم لك الوالدين شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.